تنظم مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة معرضا للمصاحف المغربية على هامش الدورة الثالثة لمسابقة المؤسسة في حفظ القرآن وترتيله وتجويده في دار السلام بجمهورية تنزانيا الاتحادية. هذا المعرض نريد من خلاله أن نؤكد أن المصاحف وتاريخ المصاحف بما في ذلك النسخ الأولى انطلقت من المملكة المغربية برعاية سلاطين المملكة، ونريد كذلك أن نؤكد رعاية مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمصحف الشريف ولأهل القرآن بصفة عامة وللعلماء الأفارقة في ربوع إفريقيا. فهذا المعرض معرض رمزي بالدرجة الأولى، نريد أن نؤكد من خلاله كذلك لشرق إفريقيا أن العلاقات التي تربط المملكة بإفريقيا علاقات مثينة سواء كانت في الشرق أو في الغرب أو في الوسط أو في الجنوب. أشكر على جلالة الملك محمد السادس بإنشاء هذه المؤسسة، مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، لأن هذه المؤسسة جمعت جميع العلماء الأفارقة من كل مكان. وأقول شيئا حول هذا المعرض، أن هذا المعرض زين المسابقة كلها، وقد فاقت هذه المسابقة المسابقات المتقدمة قبل هذه المسابقة. ونشكره أيضا على توحيد الأمة وتوحيد العلماء واختيار تنزانيا أن تكون بلدا التي تقام فيها هذه المسابقة عبر مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في 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 هذه البلدة. ونشكره ونشكر الجميع. على هامش المسابقة القرآنية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بمدينة دار السلام بجمهورية تنزانيا الاتحادية بين 11 و14 أغسطس 2022، ينظم معرض للمصاحف القرآنية يعكس تطور صناعة المصحف الشريف بالمملكة المغربية منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا، أي منذ عصر المصحف المخطوط إلى عصر المصحف المطبوع وظهور المؤسسات المختصة في طبع المصحف الشريف ونشره ببلادنا مثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف. The foundation is very important in Tanzania because it unites the Muslim community and it gives them time to know things which they don't know, to know how the Islamic deen was started, how the writings of the Quran were started, which is very important. We've seen here in the museum that how the Quran was written more than 1,000 years ago, and how Morocco has preserved since the 12th, 11th century. So this enlightens the people of Tanzania to have this knowledge. And once you have this knowledge, you disseminate that knowledge to other Muslims, and Muslims get united and follow their Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So it is very important, and it's a very important event, and we very much appreciate Morocco, the foundation, especially King Mohammed VI for his contribution and for his special love for Tanzania. نحن اليوم في معرض ورشة كتابة المصاحف القرآنية ومراحله وتقنياته إن شاء الله تعالى مع مشايل أجلاء إن شاء الله تعالى. والشكر الموصول والشكر موصول إلى صاحب الجلالة وأمير المؤمنين محمد السادس حفظه الله ورعاه من كل سوء على رعاية مؤسسة محمد السادس لعلماء الأفارقة.